علي مولاه. مناسبة حلول عيد الغدير الأغر عاده على الجميع بالخير والبركة واليمن، وبهذه المناسبة العطرة العظيمة قامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بإعداد برنامج موسع لإحياء هذه المناسبة العظيمة، ومن تلك ومن فقرات البرنامج هي رفع راية أمير المؤمنين عليه السلام في محافظات العراق وفي بعض البلدان العربية والعالمية. اليوم أجينا احتفال عيد الغدير لنبارك أمير المؤمنين لأنه تنصب خليفة للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى نديم علينا نعمه ويدوم علينا أمنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع العاملين المؤمنين المخلصين الغيورين أن يقيموا الحق والحقيقة والإنصاف، ونصنع لهذا البلد مستقبلا كما ارتضاه لنا أهل البيت عليهم السلام. العالم الإسلامي أجمع بهذه المناسبة العظيمة، فهذه المناسبة تعني أنه الإمام علي عليه السلام في هذه اليوم علي الحق علي القرآن علي المنهج والنهج، فنهني ونبارك بمناسبة هذه المناسبة العظيمة.